السلام عليكم، يعطيكم العافية. بهذا الفيديو رح نحل مشكلة الـ Receiving IP Calls على تليفونات الزونتل XT19B و XT22G. تليفونات الزونتل الـ IP Phones بشكل عام by default تعمل Restrict لأي مكالمة مش موجودة على نفس الـ SIP Server اللي فيه تليفون الـ XT19 أو XT22G. يعني لو التليفون مثلا ريجستر بالإكستنشن 100 بدال الجونت، تمام؟ الإنكومينج والأوتكومينج كولز رح تشتغل مع أي إكستنشن تاني على نفس البدالة، ولكن أي مكالمة كأي بي كسيب كول جاي على التليفون من مكان غير السيب سيرفر، سواء كانت اي بي كول او عن طريق بدال اللي يعني مش شابك سيب ترنك مع بدالة الزونتل، راح تنعملها بلوك على التليفون. فالتليفون له القابلية بس يستقبل مكالمات من السيب من اي اي بي فون شابك على نفس السيب سيرفر. فاحنا عشان نحل الريسيفينج اي بي كول على تليفون XT19B او 22G راح نعمل disable لهذا الاوبشن اللي حنشوفه زي ما احنا شايفين على الشاشة. راح نروح بعد ما نعمل login بالتليفون 19B او 22G، حنروح على line، في عنا basic settings by default SIP invite restrict، هذا الاوبشن enabled by default. هلا عشان الـ IP call تشتغل كل اللي علينا نعمل disable لهذا الاوبشن ونعمل apply، وهيك بنكون شرحنا كيف أحل مشكلة الـ Receiving IP Call على تليفونات الزونتل XT19B و XT22G.